البطولة. إذا تشكيلة كلا المنتخبين عزيزي المشاهد، أبدأ بداية مع المنتخب الوطني الفلسطيني. غانم محاجنة في حراسة المرمى برقم 16، رباعي خط الدفاع يوسف الأشهب برقم 14 على اليسار. أننا سنواجه المنتخب العماني في تصفيات كأس أمم آسيا. هذه محاولة تصويبة، يا سلام يا غانم، تصويبة ممتازة، ولكن يا سلام على كابتن المنتخب. تماما توغلات اللاعب مودي هنا، لا هنا لاحظ الكرة والتصدي الرائع من غانم محاجنة. يا عيني عليك يا غانم، لكن قطعت من قبل محمد صالح، هذه خطيرة، حذاري من التصويب من هذه المسافة، ولكن غانم محاجنة لها بالمرصاد. غانم محاجنة داري يا شباب، الكرة في الجهة اليمنى، إرسال كرة عرضية خطيرة، ولكن غانم محاجنة ممتازة يا غانم، ممتازة ممتازة يا غانم يا محاجنة، كابتن الفريق في هذا 23 دقيقة تمر. هذه محاولة عرضية، هذه كرة خطيرة رأسية، يلا يا غانم محاجنة، غانم محاجنة أقرب، نعم غانم محاجنة يقطع الكرة الماضية، ركلة حرة ثابتة على الجهة اليمنى، إرسال كرة طويلة من قبل عبد العزيز غيلان، لكن الكرة أقرب عند الحارس غانم محاجنة. ممتازة يا غانم، حتى الآن أداء ثابت جدا لحارس منتخبنا غانم محاجنة. كابتن الفريق عليه أن يستلم كرات في وضعية أفضل، عليه أن يتحرك أكثر في عمق الدفاع العماني لمحاولة البلبلة وخلخلة الدفاع العماني كما حدث ذلك في الشوط الأول. لا نشاهد الآن تحركات اللاعبين، نتشارك في صدارة المجموعة. هذه محاولة انطلاق الأمام، تصويبة للأمام، ولكن يا سلام يا غانم، ممتازة يا غانم يا محاجني، تصويبة كانت قوية من اللاعب رقم 20 صلاح يحيى، ولكن ردة فعل ولا أروع يا غانم يا محاجة، ممتازة ممتازة. غانم أيضا هو من نجوم اللقاء، من نجوم المباراة، يا إلهي على تصدي يا غانم يا محاجنة. كرة صعبة كانت، ولكن لا صعبة على غانم محاجنة. جهة اليمنى لمسة، هذه خطيرة عمانية، خطيرة عمانية، خطيرة عمانية، حذاري 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 حذاري، ممتازة يا غانم يا محاجنة. تم التصدي لغانم، لاحظ الكرة الماضية، هنا هدف التعادل كان حاضر، ولكن غانم يا سلام يا غانم، يا سلام يا غانم.